مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي أخاه السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وكتب اليوم الأربعاء 24 مارس 2021: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي وأحسن مثواك، وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم. الله يرحمه. هنشوف بقى أسرار عن الشيخ محمد بن راشد. ده حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وابنه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. شهدت الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال كبير أقامه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة عقد قران نجله الرابع الشيخ ناصر بن حمد على شيخة كريمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وكان حفل الاستقبال قد شهد حضورا رسميا إماراتيا بحرينيا طاغيا. دي الشيخة بنت حاكم دبي، ده الشيخ ناصر بن حمد. الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يقف بين الشيخ خليفة آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وكان الحفل بحضور الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووالدي العريس والعروس، بالإضافة إلى حكام الإمارات وأولياء العهود والشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين. لقطة من حفل زفاف الشيخ ناصر بن حمد على شيخة بنت محمد بن راشد. وتزينت حوائط مركز دبي التجاري العالمي بأبيات شعرية من قصائد مرحبة بالضيوف الذين غصت بهم الصالة الكبرى للمركز الضخم، علما أن العريس الشيخ ناصر بن حمد شاعر وفارس دائما. ما يشارك في الأمسيات الشعرية وسباقات القدرة العالمية، وهو رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. حفل الزواج الضخم أقيم في مركز دبي التجاري. العالمي بقاعة الشيخ سعيد بحضور جمع كبير من شيخات الإمارات والبحرين وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكانت بطاقة الدعوة قد وزعت في علب كبيرة فضية اللون، وضعت في أكياس بيضاء طبع عليها من الخارج أفراح آل خليفة وآل مكتوم، وكتبت الدعوة باللغتين العربية والإنجليزية، فيما توسط الدعوة اسم ناصر وشيخة. دي بطاقة الدعوة، حاجة فخمة جدا، طرحة العمر ناصر بن حمد آل خليفة. حاجة شيك وفاخرة جدا تليق بيهم. بطاقتين إلكترونية، واحدة لدخول السيارة والتانية لدخول الشخصي. ناصر وشيخ في بطاقة الدعوة. وجاء في الدعوة: يسر شيعة النعيمي والدة العريس حرم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وهند بنت مكتوم ابن جمعة آل مكتوم والدة العروس حرم صاحب السمو الشيخ محمد ابن راشد آل مكتوم دعوتكن لحضور حفل العشاء المقام بمناسبة حفل زفاف سمو الشيخ ناصر بن حمد ابن عيسى آل خليفة على كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 12/2009 في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة الشيخ سعيد. ودامت دياركن عامرة بالأفراح. والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من مواليد 8 مايو
عام 1987، وتخرج من مدرسة ابن خلدون الخاص، وهو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية وعضو مجلس التنمية الاقتصادية، ومؤخرا عين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وذلك في يونيو الماضي. ومنذ تخرجه في الكلية العسكرية البريطانية كان دائما يرافق والده في زياراته الخارجية. والشيخة شيخة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ترتيبها 12 بين أخواتها البالغ عددهم 17، 10 منهم من البنات. لسمو الشيخة شيمة بنت ناصر ابن حمد آل خليفة. وتزوج الشيخ ناصر من ابنة نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخة شيخة، ولديه 3 أطفال حاليا، بنت وولدين. ولدت الشيخة شيمة في 2010، والتوأم حمد ومحمد في 6 يونيو 2012. حمد ومحمد دول توأم، وشيمة البنت الوحيدة معاهم، ولدين وبنت. الشيخة شيمة مع جدها حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نشوف صورتها دلوقتي مع جدها، ديت بنت الشيخ ناصر بن حمد، وهنا التوأم مع جدهم، واللقطات لأبناء الشيخ ناصر بن حمد مع جدهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخالهم الشيخ حمدان ابن محمد بن راشد ولي عهد دبي. أنا مع خالهم وجدهم، صور جميلة، لقطات عائلية باين عليهم الفرحة والسعادة، ربنا يخليهولهم. هنا حمد ومحمد و3 أطفال زي القمر. هنشوف الشيخ ناصر بن حمد مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، لقطة نادرة برضو. هنا مع محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، وهنشوف الشيخ ناصر بن حمد مع الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في اللقطة اللي فاتت ديت، وهنا مع ملك الأردن وهنشوف الشيخ ناصر بن حمد مع شقيقه الشيخ خالد بن حمد. هنا مع شقيقه أنا مع بنته الشيخة شيمة، وهي لسه طفلة صغيرة. شوف صور متفرقة لحياتهم، ولو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. يا ريت لو حد ما عجبوش صوتي يعني يكتم الصوت، عشان كده انا حاطط تقرير برضو كتابة، يعني مش محتاجين الصوت، يعني ممكن تكتموا الصوت عادي، المهم توصيل المعلومة. وشاركونا برضو بالتعليقات واقتراحاتكم بالنسبة للقناة.
صور جميلة وعائلية في جميع مراحل حياته. سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر ابن حمد آل خليفة.